بنت يا شوقية، ارسي لحالك كده يا بنت وبلاش شعنانة، ربنا يجعله قدم السعادة عليكي ويخدر عتبتك. يا رب يا رب يسمع منك يا شروق. هي امي ما جاتش معاكي ليه؟ يلا يا شوقية جرايه شروق، هو انت هتباتي معانا الليلة؟ لا يا اخويا، ازاي، تتصبحوا بالخير. ربنا يهنيكم، فوتكم بعافية. انا هبقى اجيب لكم الصباحية على الضحى كده، وهبقى اقول لامك تيجي معايا. لا خليكي قاعدة معايا. بقى ده اسمه كلام يا عروسة؟ فوتكم بعافية. الله يعافيك يا اختي. شروق. نعم يا شوقية، ربنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك يا حبيبتي. يلا يا شوقية. الله، من اولها كسوف كده. خلاص هروح اغير في بيت الراحة. اهو ده عيبه بقى، الحمام برا الاوضه وحمام شركي كمان. لا انا ما ينفعش الكلام ده معايا. اعمل ايه بس، هو المطرح كده كده ما ينفعش. شوف لك مطرح تاني بعفشة مية مستقلة، ولا يعني يرضيك مراتك تقف في طابير مع العربجية اللي برا دول؟ لا ما يرضنيش، بس الصبر يا بنت، الدنيا ما اتخلقتش في يوم وليلة. وبعدين اول ما اخد حقي في النقوط من ابوكي هدورلك على مطرح تاني، ويكون بعفشة مية مستقلة كمان. بنت شوية، انا مش مرتاح لابوكي. اسمع، انا هروح مشوار دقايق وارجع لك على طول. رايح فين يا اسطى؟ اروح لابوكي يا بنت. خد شنطه النقود كلها وقال لي اول ما هتوصل الدار هبعت لك بيها بورق، وهو لحد دلوقتي ما بعتش. انا هروح له. رايح فين يا عمر؟ عمر مين يا بنت؟ ده انا بوح. لا لو خرجت زمان قوي على طلاقي من اولها. لا يا بنت الناس، هو انا بقول لك انا رايح لعروسه تانيه؟ انا هروح لابوك اجيب النقطه بتاعتي وحقي واجي على طول. العريس لما يخرج من داره وليله دخلته تبقى فال وحش او شقم، والجوازه ما تعمرش. معلش خلي حوار مروحه ابويا دي بعدين. ده يكون ساعتها بقى خرجتني للوز. يعني هو هيروح فين يعني يا بوح؟ ما هتلاقي غرقان في العسل مع اللي ما تتسمى، واحنا هنا قاعدين نسحب في كهربا ونلبط في بعض. وخليك حاسس بقى. ماشي اروح لبكره. طب ما تفكلي بقى سوسة الفستان علشان خاطر اختك سبتها لي مصدية من غير ما تزيتها. ولا يهمك، افكها لك انا. لفي. اصحى عريس الغفلة، جلست الصباحية ايه؟ العروسة خرجتها؟ اصحى ابوها، اصحى عريس الغفلة، ابوها، اصحى ابوها. مين اللي خبط كده؟ اصحى ابوها. مين الرخم اللي جاي السعادي ده؟ طيب طب يلا بتخبط. يا ابو ورقه، انت مش عارف ان عريس؟ ابو ورقه امشي دلوقتي، انا عايز اروح هناك. لمت عليك حيط عريس وليله الصباحيه وسهر العسل، هات حته عسل على حافها. انا وانت اخويا اتنسلنا اتسرقنا. يا جدع في ايه يا جدع؟ اتكلم. حماك العزيز السمري خد الشنطه اللي فيها النقطه وفلس اعمل عزبه. ايه يا واقعه سودا؟ ده حق وانا اللي قاعد عمال اخطط اسد الخروم اللي وراه من النقطه السايد. قالت يا شوقيه يا اصحى، ابوك ضيعنا. صباح الخير. صباحيه مباركه يا عريس. صباحيه زي وشك. في ايه يا بوح؟ هو ده وش العسل؟ عسل ايه يا اختي؟ ابوكي خلاص خلاها بصل يا بنت سمري، خلاها زفت. صباحه قشطه يا عريس. مالك مزعبت كده ليه؟ اهلا، قعدت على الخبر ده ولا لسه؟ خبر ايه يا واد يا بوح؟ تعالي انا يا بت، تعالي ضمنيني. انطقي يا بت يا شوقيه، في ايه؟ انطقي يا بت، انطقي لاجيب كرشك. مفيش حاجه يا ابني، كله في السليم. بتكلم يا بوح. انا مش في ده دلوقتي، انا في المصيبه اللي جوزك عملها يا حماتي. فوت يا بت قدام، فوت. تعال افطر يا بوح، ده امي عامله فطار صباحيه، عامله لك زفر. مش عايز اطفح، انا هروح اجيب ابوكي حتى لو كان في بطن الحوت. اوعي. استنى يا بوح، هتروح بالكلسون؟ ان شاء الله اروح عريان، دي الافات يا جدعان، حقي. اغراضي يا شروق، خلي الجيران تسمع وتعرف ان شرف بنات ضحى من صان. اما ازغرط والعريس هربان بالكلسون؟ يا بيت. حاضر هزغرط. شفت السمانه سلومه؟ لا يا عريس، ونازل تدور على السامري وانت لابس كلسون. يا راجل البس حاجه اختشي. اللي مخبي السمري طلعه. انا مش حسيبك يا سمري، مش حسيبك. شفت السمره عم ظريف؟ ها
انا هشوفه فين بس يا بوحه؟ إلا بالله ادي عرسان اليومين دول. اسامة ليه؟ انا كنت جوا اطلعنا اسامة ليه؟ انا مش حسيبك يا عريس يا صغير. سمري ما عداش عليك يا لوزة؟ ايه ده؟ اللي انت عامله في نفسك ده يا عريس الهانة؟ سيبك من اللي انا عامله في نفسي ورد عليا. سمري ما عداش عليك وساب عندك امانة ليا؟ انت يالا مبلبح حاجة على الصبح؟ امانة ايه اللي هيسيبها معايا حماك؟ النقطة يا لوزة، حق في النقوط. ما هو ده بقى كان اتفقنا من الاول اننا نعمل الفرح سوا ويديني حق في النقطة. نقطة لما تشيل اللي تاول. خش يا ميلة باختي البس حاجة استر بيها نفسك. يا واد سايب عروستك في الصباحية وماشي كده في العزبة صلت مال تدور على النقطة؟ يا خبتك فخوك يا لوزة. الله يرحمك يا أم، الله يرحمك يا أم. لو كانوا عايشين كانوا طب ووقعوا ساكتين من الحسرة على ابنهم. اجري يا روح لمراتك، انا ما صدقت خلصت من همك انت وبنت السامري. يا بنت ركزي، حق في النقود ده هيبشبش القاشة. تعالي معايا، تعالي معايا ندور على السامري عشان نقفش. عارفة يا لوزة، احنا لو قفشنا هظبطك وهدخلك معايا شريكه في مشروع مشغل محندق كده، والميه تجري في العالي، وانا بقى كل اللي هعمله هقعد على باب الاتوليه اعدي في البنكنوت اللي داخل ونقب بقى بيت. ده انت اللي عقلك غطس ما قبش. بقولك ايه، سيبني خلينا رقع الهدمه اللي عامله زي بختي في الدنيا. ايه ده؟ ايه واد الطوب ده يا واد؟ ما تخافيش، ده العيال بتوع العزبه كانوا بيجروا ورايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تعالي خديني ياما. ابنك في صباحياته بدل ما بيهنوه بيزقلوه بالطوب. امشي يا واد، امشي من هنا بدل ما يكسروا علينا الدنيا. امشي روح روح روح. يلا يا واد. ياما ياما العيال بتزفوا. يا بختك المنيل يا شوقيه، يا بختك المنيل. حي يا شرو، ده لطفه ضح. يا اختي انا هعمل له ايه؟ ده واحد ابلاتين راسه لدعت والمكنه خفت، حد يعمل اللي بيعمله ده؟ ده ضحكتيني يا دي البنت والنبي اهبل على هولك. اقعدي يا بنت افطري، خساره الاكل اللي عماله اسويه لحد الفجر. كولي، انت محتاجه تتقوي. ياما ماليش نفس اكل، ماليش نفس اكل من غير بوح. شوف البنت ومحناها. عقبال محنك يا اختي يوم ما تتجوزي، هي الواحده مننا ليها ايه غير راجلها؟ والنبي عشان خاطري يا شروق، قومي لياني دماغه بكلمتين. هو انا يا بنت ضحى مش هخلص من همك؟ قبل جوازك ملوداني وفي صباحيتك مدندراني؟ معلش بقى يا شروق، ما انت الكبيره والرصيده اللي فيه. اهو جه اهو جه. تعالى يا اخويا، تعالى استريح، تعال. اقعد يا بوحه كل مع عروستك، مش عاوزه تدوق الزاد من غيرك. وبعدين يا اخويا بوحه هيروح فين؟ ما مسيره هيظهر. بوحه اتهدي واهمد يا اخويا، كفايه انا فضايح. فضايح؟ ما الفضايح حصلت خلاص. بنت شوايه، انت متحرمه عليها من السعاده لحد ما ابوك يجيب حق في النقود. يلا على داركم. يا لهوي، سمعت ياما؟ سمعت يا شرو؟ يا خسيس يا بوديل واطي. بقول لك ايه يالا، انت بتحرمها عليك يوم الصباحيه؟ في ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. اقول لك، انت طالقه بنت لحد ما ابوك يجيب فلوسي. يلا على بره. يا لهوي يا نصبتي، كانت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بنتي يا بنتي شويه.